في ذكر السعودية والرئيس المصري وأبنائه، كان هناك أزمة، يعني كانت أزمة عابرة، ما كانت أزمة كبيرة، لما تكلمت صحيفة الشرق الأوسط عن أيوة. العمولات اللي كانوا أيوة, ايوه 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 أبناء مبارك ياخذونها على طيارات أو ايوه شيء ايوه من هذا ايوه الكلام، ايوه وزعل الرئيس. ايوه بص احكي لك بقصه. أعطيني قصة. فوجئت بتليفون من قصر القبه، قالوا لي انه صاحب السمو الامير عبد الله ولي العهد السعودي ومعه امير مكه على ما اعتقد، وحد من الامراء، كان فيه 2 أو 3 من اولاد عبد العزيز الكبير، يعني وفد لا نظير له، علم مستوى. موجودين في قصر القبه ويريدون ان يروك مصطفى الفقي ولطفي الخولي ومحمود السعدني توليفه كده. لطفي الخولي من زعماء اليسار ومفكر كبير عليه رحمه الله، ومحمود السعداني ملك الفكاهه والسخريه ومحبوب عربيا جدا وفي الخليج، وانا ما اعرفش اختاروني ليه، وعلى غير علم الرئاسه، ده امين الرئاسه كان اسمه حامد عبد الرازق طلبنا. فرحنا هناك، فجلس معنا الامير عبد الله وقال الاعلام بيبوظ العلاقات بين الدول، وانتوا لازم ترشدوا هذا الوضع، وانا عايز اعمل لجنه عليا للاعلام المشترك بين مصر والمملكه، مش كل حدث صغير يعمل لنا هيصه زي دي، واخد بالك؟ وانا عايز اقول لكم حاجه، مبارك عروبته زينا واكتر، وكان يحب مبارك قوي، وحزن عليه كثيرا عندما اطيح به. انا بقول لك ف يعني ساعدونا في هذا، واقترحوا، وقعدنا نقترح، والصحافه تعمل ايه، عشان لعدم تضخيم الاحداث، مدرس يضرب طالب مصري تبقى ازمه، مش عارف مين يختار، مش ممكن يا جماعه، دي احداث فرديه، يجب ان نرتفع فوقها، وبتحصل في كل يوم. هو لما واحد انجليزي يضرب واحد فرنساوي، العلاقات بين الدولتين تتدهور، مش كده؟ فكان الحديث حديث بهذا المنطق وبهذا المعنى. وهذا كانت ضمن الأزمة اللي صارت، يعني حدثت بعد الخبر الصحيفة. ايوه بعدها على طول راحوا هناك، شوف بقى التقاليد العربيه، ايه تقاليد الملوك، ايه راحوا قعدوا معاه 4 ايام، يتغدوا معاه ويتعشوا معاه ويفطروا ويرجعوا القصر، ولم يتكلموا كلمه واحده عن الموضوع. ده هو اللي قال لي بقى، انا بقول ايش له يا قال ست، لك الرئيس؟ انا بقول له يا ست الرئيس، اتصلت بيه، كان مدير مكتبه سامح شكري الوزير الخارجيه الحالي، قلت له يا اخ سامح، قال للرئيس في الاوبرا، قلت له طب والله لما يرجع من الاوبرا حد يوصلني بيه. فقلت له يا سياده الرئيس حدث كذا، وصاحب السمو اتصل بينا وبينه وبينه. قال لي ده المسافرين بكره، قلت له، قال لي تتصور يا مصطفى؟ قلت له نعم. قال لي شوف عظمه الناس دي، لم يفتحوا معي كلمه واحده. هدف الرساله معلوم للطرفين، جايين يطيبون انما خاطره شفت يعني. رقي الملوك لم يتكلموا كلمه واحده. يعني كم جايين يطيبون خاطره بعد الازمه بس بدون ما يفتحوا، بدون ما يفتحوا القضيه.